في ظل الإقبال المتزايد على أسواق الخضار في مدينة جدة، استحدثت أمانة جدة أسواق خضار مؤقتة في عدد من المواقع والأحياء، وهذه فكرة جيدة. يعني جميل أن الإخوان في الأمانات يحركوا أفكارهم ويشتغلون على جانب الابتكار، لذلك دعنا نطلع على الجديد في هذا الأمر وبعض التفاصيل من خلال زميلنا مراسل الإخبارية في جدة الزميل عبد الله الخرجي. عبد الله أهلا بك. يعني جميل جدا أن الإخوان في محافظة جدة خاصة في الأمانة يعني يعملون على جانب الابتكار وإيجاد حلول لكثير من المشكلات التي قد تسهل الحياة على المواطنين في ظل والمقيمين أيضا في ظل الحجر الموجود. في البداية مساء الخير عليك جبريل ومساء الخير على مشاهدي قناة الإخبارية. بالفعل جبريل، نحن نتواجد داخل أحد الأسواق المؤقتة للخضار. هذه الأسواق استحدثت من أمانة مدينة جدة بعد إغلاق سوق الخضار المركزي للإجراءات الاحترازية. منذ بداية أزمة جائحة كورونا كان هناك عمل دؤوب من كثير من القطاعات الحكومية والخاصة داخل مدينة جدة. الهدف منها في البداية هي تقديم أو استمرار تقديم الخدمة للمواطن داخل هذه الجائحة، وأيضا العمل على مدار الساعة ليكون هناك استمرار لتدفق السلال الغذائية والمنتجات داخل هذه الأسواق. كما تشاهدون خلفي، هذا هو أحد أسواق الخضار المؤقتة الموجودة في أحد أحياء مدينة جدة، وبالتحديد في شرق مدينة جدة. هذا السوق يعنى بتقديم الخدمة للمواطن داخل مرحلة منع التجول. للحديث بشكل مفصل عن هذه الأسواق المؤقتة يسعني أن أستضيف المهندس عمرو القدس، وهو مدير الإدارة البيئية ومشرف أحد الأسواق المؤقتة. في البداية مهندس، لو تحدثنا ما هي الأسواق المؤقتة وكيف تم استحداثها من أمانة مدينة جدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأسواق المؤقتة هي أسواق بديلة عن المباسط التي تم إغلاقها في سوق الخضار المركزي نتيجة للجائحة، إن شاء الله الله يعديها على خير بإذن الله. وهي مباسط مؤقتة تعطى في مواقع مهمة مثل المولات، فعندنا الآن 4 مولات فيها 4 أسواق مؤقتة، بالإضافة إلى حيين سكنيين يعتبروا في مقتضى سكاني اللي هو حي كيلو 14 وحي الحمدانية، بالإضافة إلى حلقة متواجدة مؤقتة في نطاق أبحر الجنوبية في مكان أرض الاحتفالات في شمال جدة. بالتالي نكون غطينا شمال ووسط وجنوب وشرق جدة بالكامل، وبالتالي يصير الأحياء في أثناء فترة الحظر بين الأحياء يكون متواجدة المواد الغذائية ومتوفرة السلع الغذائية التي موجودة في الحلقة وبأسعار مقاربة من الأسعار هذه، وبالبضاعة جملة وأيضا بالتجزئة. التجزئة كما تشاهد كلها مغلفة تغليف آمن لكي نسيطر على عملية انتشار العدوى، وكل مبسط ملزوم بتوفير حواجز التباعد الاجتماعي لكي لا يكون هنالك فرصة لانتشار العدوى. أيضا كل مبسط يوزع الكمامات والمعقمات والقلفزات، وهذا كله في سبيل الحماية ومن انتشار وحد انتشار فيروس كورونا وتوفير بيئة آمنة للتجارة. مهندس، أخيرا لو تحدثنا عن هذه البسطات، هل تم تقديمها من الأمانة مجانا أو هناك رسوم معينة للراغبين في استئجار هذه البسطة؟ بالطبع هي مجانية، وأيضا هي خلف أنها مجانية أيضا هي مساعدة الشباب المتضررين من جراء هذه الجائحة من إغلاق مباسطهم وهم في داخل السوق. كما لا يخفى على كثير أن هؤلاء الشباب اعتمادهم الكلي على هذه المباسط، وبالتالي انقطعت أرزاقهم، فهذا بديل لهم عن ذلك وهو مجاني. شكرا لك العافية. يعني كما تشاهدون هي استمرار العملية التنموية لاستمرار الخدمات داخل مدينة جدة والقطاعات الحكومية والخاصة. كان هذا الاستحداث لستة مواقع لحلقات الخضار أو أسواق الخضار المؤقتة لاستمرار تدفق السلع الغذائية. طيب تفضل جبريل. عبد الله، يعني يا ريت تسأل الأخ عمرو إنه عملية الرقابة في عملية الجودة والنظافة والبيئة لهذه المباسط تتم بشكل جيد، وأيضا يا ريت يقول لنا أسماء المواقع التي تم فيها هذا عشان المواطنون الذين يتابعون الإخبارية في جدة يذهبون إلى هذه المواقع وتكون قريبة إليهم. صحيح، أحسن.
أحسنت. نعم نحن في البداية أصلاً خلنا نتكلم عن كيف رأينا بكاميرا الإخبارية أول ما وصلنا الموقع، كيف رأينا الإجراءات الاحترازية وانتشار فرق أو الرقابة من الأمانة لمدينة جدة، كيف هم متواجدون في مدينة جدة وكيف يعملون على خلق هذه البيئة. يعني مهندس، لو أردنا أن نسأل أيضاً مهندس عن ما هي المواقع بالتحديد اللي يمكن الاستفادة منها، ومعرفة المشاهد ما هي المواقع الموجودة في مدينة جدة بالتحديد للست المواقع لأسواق الخضار المواقع. أولاً سوق الياسمين هذا اللي احنا بجانبه في الحمدانية بجوار جامع الغالبية بدوار العزيزية، وفي أبحر الشمال أبحر الجنوبية بطريق الكورنيش اللي هي كانت مواقف موسم جدة سابقاً، وفي حي الزهراء بجوار سوق الشاطئ، وسلام مول بجوار سلام مول، وكيلو 14 اللي هو موقع الحلقة القديمة على طريق مكة. يعطيك العافية. كيف آلية الرقابة اللي في الأمانة، كيف أنتم تعملون؟ هل ترون فيه التزام؟ في فريق العمل مكون من إدارة الرقابة البيئية ومن البلدية الفرعية التي يكون السوق في نطاقها. يتم أولاً أخذ التعهدات على صاحب كل مفصل بأمرين مهمين. الأمر الأول أن يكون صاحب المفصل السعودي يعمل على هذا المفصل ولا يكون عملية تستر على بائع أجنبي. الأمر الثاني عملية النظافة لكل مفصل، وبتم بشكل رقابي يومي. هنا التعهد يلزم صاحب المفصل أنه في حال الإخلال بهذا الشرطين يتم سحب المفصل منه خلال 48 ساعة وإعطاها لأحد من القائمة المنتظر. نعم. طيب شكراً يا عبد الله. يعني شفنا كيف استمرار هذه الإجراءات واستمرار هذه العمليات اللي لكثير من الجهات الحكومية كان نتاجها هذا التنظيم الجيد اللي تشاهده خلفي جبريل، والعمل على توفير الخدمة للمواطن المقيم. حقيقة أخي عبد الله يعني فكرة جيدة، ونحيي كل الإخوة الموجودين في الكثير من الوزارات المختلفة الذين يبحثون عن أفكار تخدم المواطن والمقيم في ظل الحجر. وشكرا لك عبد الله على هذا الجهد. إذن شكرا لمراسل الإخبارية من جدة الذي كان معنا من أحد الأسواق المؤقتة للخضار، الزميل عبد الله الخرشي.